لا داعي في ان تصفي حاليا، ومن اجل مصلحه النادي ومصلحه المدينه والوطن ومن اجل تهدئه الاجواء، فقد قرر المكتب المديري لنادي حسين اكادير بعد دراسه مستفيضه للوضعيه تقديم استقاله جماعيه. وبالمناسبه اشكر جميع اعضاء المكتب والمخرطين والجماهير العريضه والمدرب جاديس كيتيوي وجميع الاطر وجميع المستخدمين لما بدلوه من تضحيات بالرغم من كل الصعوبات والعراقيل من اجل الحفاظ على استقرار النادي وتمكين الفريق من البقاء في القسم الوطني الاول. كما اشكر الصحافه التي واكبتنا في هذه المده ومتمنياتنا للنادي بالتوفيق ان شاء الله. وغيكون لنا ان شاء الله فيما بعد لقاء من اجل نعطيهم الحيثيات والتفاصيل اللي دفعتنا على هذه الاستقاله والمشاكل اللي تعيشها النادي بالضبط والكونسه اللي دارت مور النادي. وشكرا.